السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. إذا كنتم من الزوار جدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله على خبر عاجل، نتائج الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي BTS 2020. على بالنسبة للوائح كانوا غادي يديروا الإعلان 2 شتنبر 2020، ولكن تم التأخير وتم الإعلان اليوم 3 شتنبر 2020. على بالنسبة لهذا الرابط غنخليه لكم في الديسكريبسيون، ولكن هنايا مركز الاستقبال على كتحدد مركز الاستقبال. على مثال بالنسبة لي أنا اخترت الرباط الليمون كمركز استقبال. من بعد كتختار شنو هي الشعبة، مثلا دير تير الإداري، على كدير بحث. من بعد كتخرج لك لا ليست ديال اللوائح الرسميه او اللائحه الرسميه ديال المقبولين بالنسبه للاقسام التحضيريه لشهاده التقني العالي BTS 2020. وبالنسبه اللي لقى الاسم ديالو في هذه اللائحه على ما عليه الا بالنسبه للبيريود دانسكريبسيون ستكون ما بين 3 و 7، يعني قبل 6 ديال العشية. Alors, les candidats figurant sur cette liste principale devront se présenter au centre Al-Laymoun Rabat. بالنسبة لهذا المثال اللي خديت أنا المركز ديال الرباط الليمون، يعني بالنسبة للمترشحين اللي لقاو الاسم ديالهم في هذه اللائحة الرسمية عليهم الحضور للمركز فلادات انديكي، يعني ما بين 3 و 7 شتنبر قبل 6 ديال العشية. على مينيو دي دوكيمون سويفون، خصو يكون عندهم الوثائق التالية: الوغ باك اوريجينال، يعني الباك الاصلي، كوبي كونفورم دي غول فيديونات ليغاليزي، خصو يكون كوبي ديال مستخرج نقاط مصادق عليه، كوبي ليغاليزي دي سي اي ان، يعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها. على فيش دانسكريبسيون ليغاليزي، بالنسبة للفيش دانسكريبسيون اللي درتو به تسجيل خصو يكون حتى هو مصادق عليه. 5 ديال الصور اكستري داك دونيسونس مستخرج ديال عقد الازدياد زائد لي فري دانسكريبسيون. Alors, je répète, بالنسبة لي لقاو الاسم ديالهم في اللوائح خصهم ضروري يديروا تسجيل من 3 حتى 7 شتنبر، يعني اللي داز عليه 7 شتنبر اولا اللي دازت عليه هاد لادا ديال 7 شتنبر الو غدي عليه البلاصه ديالو وغيدوزو اللوائح ديال الانتظار. وبالنسبه للوثائق، يعني هاد الوثائق ضروري خصكم تكون عندكم وثائق كامله، يعني الدوسي يكون كامل باش ديروا التسجيل في المعهد او المركز اللي ديجا درتو فيه التسجيل واللي تقبلتو فيه وكنتو من المتقين في اللائحه الرسميه. الو هناك خديت كمثال ديال الرباط ليمون. الو نشوفو بالنسبه لي مثلا القنيطره تطوير نظم الاعلام، ندير بحث. على حتى هما ديجا داروا نتائج. على هنا يتكو اغلبيه ديال المراكز. على بالنسبه لاكادير مازال. على نشوف بالنسبه للتاونات. على حتى بالنسبه للتاونات مازال ما لاحوش اللائحه ديال الرسميه. على بالنسبة لكم نتوما غتختاروا المركز اللي تسجلتوا فيه وغديروا الاسم ديال المركز من بين الاختيارات. على مثلا ندير اسفي من بين الاختيارات، ومن بعد كدير بحث وتبحث. على بالنسبة لاسفي يعني ديجا داروا اللائحة الرئيسية ديال المقبولين. على بالنسبة لكم نتوما ديروا المركز من بعد اللي عنده رقم التلميذ باش يخرج مباشرة البحث ديال بالرقم ديال التلميذ. على كدير مثلا الشعبة اللي تسجلت فيها ودير بحث وتبحث واش الاسم ديالك من بين لائحة ديال المقبولين. وإلا وجدت الاسم ديالك من بين لائحة المقبولين خصك ضروري دير تسجيل في المؤسسة ما بين 3 و 7. لو بالنسبة لنا كل مؤسسة عندها تاريخ ديال التسجيل. على مثلا بالنسبة لنا ديال الأسفي اللي شت ديال الرباط ما بين 3 و 7، على هنايا بالنسبة للأسفي عندهم من 7 ما بين 7 وفقط هنايا 7 شهر سعود ما بين 10 و 5 في ليستي كاليفيون خوارزمي سافي. وبالنسبة حتى بالنسبة للوثائق على كيختلفوا من مركز إلى آخر.
بالنسبه للمعدلات ديال البكالوريا، لو بالنسبه لمعدلات البكالوريا لو كاين معدلات من 18 على 17 16. انا كنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.